ضمانات من طرفي بصراحة لا، لكن الشيء اللي نأكدو أني كلمت الناخب الوطني بالنسبة يعني المصير على رأس النخبة الوطنية منتخب الوطني، ما عنديش إجابة صريحة، لكن كل ما تمنيته يعني قلتها له وأكدت على ذلك أنه يبقى على رأس المنتخب الوطني، ونتمنى أنه يبقى على رأس المنتخب الوطني، وإن شاء الله اللي خليفتي راح يقوم بالعمل مع الناخب الوطني إن شاء الله.